السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الفل عليكم، يوم جديد. اول حاجة عايز اقول يا رب يغفر لأم زياد ويرحمها. الصبح كنت بقلب فشفت كده كذا حد، يا جماعة العمر مش مضمون، الدنيا فانية، يا ريت الناس تتعظ. ايام مباركة وكل الناس كده تصفي نيتها للناس. ربنا يغفر للمسلمين جميعا ويرحم الناس. احنا النهاردة في يوم جديد، هنعمل كفتة ونعمل مكرونة. طبعا مشكلتنا كل مرة البصل، فان شاء الله هنعمل كفتة ومكرونة ونظبط دنيتنا وان شاء الله خير. احب اقول لكم حاجة تانية يا جماعة، ان دي اخر جمعة في شهر شعبان واخر جمعة هنعمل فيها اكل، لان احنا نبتدي في رمضان كل يوم باذن الله. وربنا رب يتقبل منكم جميعا ومنا. نبتدي نكور الكفتة واحدة واحدة. طب انا يا جماعة مش عارف اكور الكفتة من الجوانتي، اعمل ايه دلوقتي؟ ان شاء الله هنكورها كلها ونرجع لكم تاني. بس هو بكور ان شاء الله، هخلص بكره وهجيبكم ان شاء الله. الحل ده نقعد 3 ايام. محمود اهو بيجهز الطماطم والفلفل. ما تزودش فلفل حراق يا محمود، ولا اقول لك مفيش غير دول والله فلفل حراق حلوين، واخدهم كده حلوين. ويقطع الطماطم وبعد كده يخش على الفلفل. طبعا البصل حاطينه في ميه اهو، ميه ساقعه عشان خاطر ما ندمعش اكتر من كده، دي ميه ساقعه وان شاء الله مش هندم. ادعوا يا جماعه، ادعوا لربنا يغفر امواتنا واموات المسلمين. العمر لحظه يا جماعه، يا ريت الناس تعمل لاخرتها. ربنا يدي الناس الصحه والعمر يا رب. الزيت بتاعنا اهو، هنقلي المكرونه، هنحمر المكرونه شويه. احمرها. انا اول مره اعمل كميه مكرونه زي كده بصراحه. ان شاء الله كطبخ ليا ممكن اعمل كيس مكرونه ما معش كيلو مره واحده. لازم بقى اعرف مقاديرها ازاي بقى، مش بالبركه، نسبه متناسب طبعا ادخلها البركه. نبقى يا جماعه دول صدفه تعبانه، ادعوا لهم الناس.
مش لو صوت خيالك هتعالي تغني لنا وتسقف لنا وحوي يا وحوي. ابتدي اشوح البصل عشان الكفته ان شاء الله حاجة حلوة. مش هسيبه يسخن بس يكون ايه هياخد ويدي مع بعض. نديله بقى ايه توابلنا برضه بالبرد. استنى لغاية لما تدبل طبعا عشان بعد كده هشوح الكفتة واحطها فيها. كده هشوحها كلها. حمرها واحدة واحدة مع بعضينا كده في الحلة ومش كتير يعني اتحمر بسرعة. شوفوا يا جماعة ان سوفا اتصلت بيا دلوقتي وقالت لي وزع الاكل ده بنية صدقة للمذياع الله يرحمها ويغفر لها عشان هي مش هتقدر تطلع تعمل فيديوهات. ان شاء الله يا رب يغفر لها ويرحمها ويجعله في ميزان حسناتها ان شاء الله. ادعوا لها بقى يا جماعه وان شاء الله احنا هنحاول برضه نعمل لها حاجه ثانيه صدقه على روحها باذن الله. طبعا انا نقلت الكفته هنا مع البصل ونسيبها شويه طبعا بعد ما حمرتها شويه. نسيبها تستوي. ويعملها مع المكرونه ان شاء الله. الكميه النهارده مش قليله، هي تقريبا شكلها قليل بس ان شاء الله مش تبقى قليله. ودي هنروح ام زياد ربنا يغفر لها ويرحمها. هاخد هنا احط له شويه فلفل. طبعا صدفه ما قالتليش فلفل بس ده تاتش مني انا، بحب دايما احط التاتش بتاعي. ابتدينا نعبي اهو. بسم الله نخلص. المكرونه اللي وضيتها هناك ايه؟
هقولكم تاني يا جماعة إن دي آخر جمعة للوجبات. زيادة صح؟ كل سنة وأنتم طيبين. أستاذ محمود بيقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. آخر جمعة يا جماعة، وادعوا لأم زياد ربنا يغفر لها. أقلت شوية كفتة، ربنا يغفر لها ويرحمها يا رب. ان شاء الله احنا نبتدي نجهز لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. احنا كده خلصنا الحمد لله، عملنا المكرونه والكفته. حاجه بسم الله ما شاء الله حلوة جميلة، طعمها حلو حاجة زي الفل. فكده هو ابتدينا نغلف كله وخلصنا الحمد لله. عملنا 53 وجبة. وادعوا لأم زياد يا جماعة، ربنا يغفر لها ويرحمها، وادعوا للصدفة تقوم بالسلامة. والإطعام ده صدقة على روح أم زياد، صدفة قايلة لنا كده. رمضان كريم عليكم يا رب. نشكركم إن أنتم بتشاهدوا الفيديو للآخر، الله يسعدكم جميعا، وأشوفكم على خير.